يا مساء الفل والجمال، واهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم سوبر ليج. جزء اول ان شاء الله يكون مليء بالمعلومات والتفاصيل والتحليل، وجزء ثاني حينورني فيه الصديق العزيز حسام عادل وكلام مستفيض فني عن ليفربول وارسنال وريال مدريد وبدايه الدوريات الخمسه الكبرى. الجزء الاول من حلقه النهارده، لو نفتكر مع بعض من كام اسبوع لما كان المنتخب الاولمبي بيلعب مبارياته في اولمبياد باريس 2024، وفي عز ما المنتخب الاولمبي كان عامل نتائج كويسه، اتكلمنا هنا في نفس المكان ده وقلنا تعالوا نفتكر وتعالوا نفكر لو حصل وجه لعيبه المنتخب الاولمبي عروض احتراف هنتعامل ازاي مع عروض الاحتراف دي. اللعيبه اللي احنا فرحانين بيها كنا بنحط نفسنا وبنقارن نفسنا مع المغرب، هنعمل ايه؟ عندنا مواهب، طب والله الرجاله عامله شغل كويس، طب لما تيجي بقى عروض الاحتراف هي تعاملنا مع عروض الاحتراف هيكون عامل ازاي، خاصة للعيبة اللي كانت آفة المنتخب ده الكبرى ان لعيبته ما بتشتركش كتير، اللهم الا كام لعيب يعني. فالبداية من عند ابراهيم عادل، نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر الاولمبي ومنتخب مصر الاول انه انضم للمنتخب الاول، وابراهيم دائم الانضمام لمنتخب مصر الاول الحقيقة، وابراهيم واحد من المواهب، مش عايز اقول الوعيدة خلاص، المواهب المعروفة في الكرة المصرية، لكن جه الوقت للتطور. يعني كفايه قوي ابراهيم عادل موهبه لو اتطورت، لا احنا عايزين ابراهيم عادل المتطور سواء هنا او ان شاء الله بره. ابراهيم عادل جاله عرض احتراف من رينجرز الاسكتلندي، فعلا بعتوا عرض النادي بيراميدز طالبين ابراهيم عادل على سبيل الاعاره مقابل 850 الف يورو لمده عام. بسم الله الرحمن الرحيم كده العرض اترفض، فبيراميدز قال ان القيمه اللي اتبعتت لابراهيم عادل قيمه قليله جدا، ابراهيم لعيب كبير وقيمه فنيه كبيره، واه فعلا هو قيمه فنيه كبيره ولاعب ممتاز، ولكن هم طالبين عرض تاني، وفعلا رينجرز بيستعدوا ان هم يبعتوا عرض تاني. بس الفكره كلها هو طموح بيراميدز ايه عشان يبيع ابراهيم عادل؟ يعني انت طالب كام في ابراهيم عادل عشان تبيعه؟ والحقيقه الكلام ده على بيراميدز، على الاهلي، على الزمالك، على البنك الاهلي، على اي نادي كان عنده لعيبه صغيره في السن ومحتاج يطلعها. فالنهارده ابراهيم عادل راجل كان الموسم ده ما بيشتركش كتير، ابراهيم عادل بيلاقي تنافس كبير مع رمضان صبحي في مركزه لغايه ما يوريشيتش خلق مكان لرمضان في العمق، فبقى ابراهيم عادل كان موجود. زلاكه اللي جابوه من سيراميكا ما كانش بيشترك انه كان بيقعد لابراهيم عادل. فهل النهارده حسب الميركاتو بتاع بيراميدز ابراهيم عادل هيفضل هو الستاندنج وهو اللعيب؟ لان مثلا محمود صابر لعيب مكسر الدنيا بس ما كانش بيلعب في بيراميدز، كان بيلعب اكتر في المنتخب الاولمبي وكان على فترات مع بيراميدز. اتمنى ان تعامل اداره بيراميدز وفكر كده، هو ابراهيم لعب كام ماتش اصلا مع المنتخب الاول؟ يعني تريزيجيه عمر مرموش هما الاثنين الاساسيين في المكان ده، فبدا منتخب مصر يلعب بصلاح ومصطفى وتريزيجيه ومرموش، فمكان ابراهيم دايما هيكون بديل، عندك زيزو بيكون موجود، عندك مصطفى فتحي بيكون موجود، فانت بتتكلم في سادس او سابع اوبشن في منتخب مصر الاول. فاتمنى ان ابراهيم عادل يحترف الحقيقه، انا اتمنى من كل قلب ان ابراهيم عادل يحترف، هيتطور تماما، واللي اتفرج عليه في الاولمبياد عارف ان اللعيب ده هو بيلعب قدام الفرق الكبيره، لعيب متطور جدا، مهاري جدا في الواحد على واحد، اجريسيف جدا، محتاج يحسن الفينش بتاعه، هيبقى في مكان تاني خالص. ورينجرز في اسكتلندا في دوري قوي، دوري متشاف، مشاركات ممكن تكون اوروبيه، جنبك على طول الناس هتبص عليك في البريمير ليج لان معروف، فعندك سكك كويسه قوي، بس الناس في بيراميدز اتمنى ان هي تسيب الباب موارب وطلع اللعيب بمبلغ مش كبير قوي، وحط بند اعاده مثلا اعاده شبيع لما يتباع للمره الثانيه، خد منه يا عم 10 و15 و20 وتفاوض زي ما انت عايز، وفي الاخر حقق باكج منفعه على مدار طويل لليك ومنفعه على مدار طويل للكره المصريه وللعيبك اللي هو ابراهيم عادل. فده اول لعيب منتخب اولمبي. كريم الدبيس نجم النادي الاهلي، نجم المنتخب الاولمبي اللي كان بيلعب في مركز الباك ليفت وكان بيطلع وبينجع وكان ليه مشاركات مع النادي الاهلي على فترات، وكنا كلنا بنقول ان كريم الدبيس قد يكون هو بديل علي معلول بعد الاصابه، ولكن كريم فؤاد هو اللي لعب، وواضح ان كريم الدبيس كان بعيد عن حسابات كولر في الفترات دي. كريم الدبيس هو كمان جاله عرض من نادي فاميليكاو البرتغالي، نادي برتغالي، وهيطلع تفاصيل العرض معانا، عايز ياخد خدمات كريم الدبيس على سبيل الاعاره مع وضع بند احقيه شراء. خلي بالكم دلوقتي ناس كتير جدا بتعمل كده، انا هاخده لون، هاخده بند اعاره مع اوبشن تو باي ان انا اشتري اللعيب. نادي فاميليكاو في البرتغال دي اهتمامه ارسل عرض لكريم الدبيس من الاهلي، فريق البرتغالي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الاعاره مع وضع بند احقيه الشراء. الاهلي خلال الساعات المقبله سيحدد موقفه النهائي من العرض البرتغالي بعد الحديث مع مارسيل كولر بالتاكيد، سواء بالموافقه على خروج اللاعب او بقائه ليكون بديلا ليحيى عطيه الله بعد اصابه معلول وكريم فؤاد. علي معلول ان شاء الله يرجع قريب، كريم فؤاد الف سلامه عليه ان شاء الله يرجع قريب. فدلوقتي الوضع في الاهلي بقى ان يحيى عطيه الله مين هيكون بديله؟ ممكن كريم الدبيس وممكن كوكا.
هل كريم الدبيس هينال ثقة الراجل دلوقتي بعد ما كان الأول بعيد عن حساباته بعد إصابة معلول أو ولا لأ؟ ده اللي هيبان، لأن عمر كمال عبد الواحد بيتوظف في الباك ليفت، وتخيلي ان اعتماد كولر السنه الجايه على عمر اصلا هيكون في مركز الجناح، واكسبشنال كده استثنائيا ممكن يكون باك ليفت او باك رايت حسب حاجه الاهلي. فادي كريم الدبيس اللي اتمنى هو كمان لو الاهلي شايفه بعيد عن حساباته الفنيه يخرج ويلعب سنه اعاره، هتطور اللعيبه جدا عشان هو وكوكا. بص، هو وكوكا، كوكا كمان بالمناسبه جاي له عرض من رايو افي البرتغالي. كوكا جاله عرض من رايو افي البرتغالي، الناس واللعيب نفسه يحترف بالتاكيد، وهنا الكلام برده هيكون حسب احتياجات الاهلي. هيحصل اجتماع مع كولر، هيشوف الحاجه الفنيه لرايو افي، وهنشوف دلوقتي برضو تفاصيل العرض. الفكره كلها برضو، هل كوكا ليه مركز واضح وباين جوه البلان بتاعه مارسيل كولر ولا لا؟ كوكا تلقى العرض من رايو افي، اللاعب يرغب في خوض تجربه الاحتراف خلال الفتره المقبله، ولكن الاتجاه لرفض العرض من قبل النادي الاهلي. فرصه كوكا هتكون صعبه ولا مش صعبه؟ انا متخيل في حاله اتمام التعاقد مع محمد علي بن رمضان لو جه، فتعالى كده نعد مركز 6 اللي كوكا ممكن يلعب فيه: مروان عطية، أكرم توفيق، كوكا، ممكن في لعيب رقم 8 اللي كوكا برضو بيجيد اللعب فيه. لو محمد بن رمضان جه، إمام عاشور موجود، كريم ندفد موجود، لو ما طلعش عمرو السولية موجود، محمد مجدي قفشة موجود، كل دي أوبشنز موجودة. هل النهاردة كوكا هيكون ليه دور؟ الحقيقة كوكا بيؤدي مستويات هايلة مع النادي الأهلي، هايلة. لما لعب في مباريات كمان كاس عام الأندية، لما لعب مع المنتخب الأولمبي، باك ليفت شغال، لعيب رقم 8 شغال. فخلينا نتفق ان الراجل ده واحد من اللعيبة اللي فعلا لو اخذ فرص اكتر من كده في الأهلي هيثبت نفسه. ولو هو بعيد عن افكار مارسيل كولر، اتمنى ان هو ياخد فرصة ويطلع لدوري مطور للعيبة زي الدوري البرتغالي. الكلام ده بقى ينطبق على ابراهيم عادل، على ابراهيم عادل، ينطبق على كوكا، ينطبق على الدبيس. من الزمالك لو حسام عبد المجيد جاله عرض، لو محمد شحاته جاله عرض، كل اللعيبه يا جماعه في المرحله دي دول توليت قوي، او بالبلدي كده ده اللي بيتشعبط في القطر انه يحترف. لازم دلوقتي يحترف، لان 25 و26 تطلع اوروبا مش بالسهوله، خاصه ان الاسعار اللي احنا بنطلبها في لعيبه بتنتقل جوه البريمير ليج ب 2 و3 مليون، وبتروح من البريمير ليج للليجا للبوندسليجا، كل ده بيطلع ب 2 3 مليون. احنا هنا بنطلب 4 و5 ومش عارف كام اعاده بيع، اللعيبه دي بتطلع بارقام اقل من كده. فاتمنى ان احنا كمان نخلي بالنا من الجزء ده، ونخلي بالنا ان عدد محترفينا قليل، وان هدفنا الاول والاخير ان عدد محترفينا يزيد، خاصه ما بقاش بتطلع ناشئين كتير، خاصة إن الدوري بتاعك ما بيفرسش المواهب الكبيرة، إن الأندية الكبيرة كلها بتتارجت لعيبة أجنبية، ما بيديش فرصة للعيبة الصغيرة. فالآفة اللي تعوض كل ده، أو الإيجابية اللي تعوض كل ده، إن لعيبتك تطلع تحترف بره بسن صغير. الجانب الإيجابي بقى في الموضوع، إن إحنا فوجئنا إن سيف الخشاب لاعب نادي إمبي جاله عرض احتراف من اليونان، والراجل سافر واحترف إلى اليونان. نادي امبي بالنسبه لي الحقيقه دايما وبالنسبه لكل، اعتقد نادي مصدر للنجوم، نادي بيقدر يعمل قطاع ناشئين قوي طول الوقت متجدد، بيطلع لعيبه صغيره في السن، كمان بيضخ اللعيبه دي. ايدي حمدي فتحي في الاهلي، بتتكلم في زياد كمال في الزمالك، مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، عنده سكواد قوي. هتلاقي محمد حمدي بيروح المنتخب، هتلاقي مجموعه كبيره من اللعيبه من امبي بتتوزع على انديه كبيره. ابراهيم عادل كمان، قبل ما حاجه عايز عن ابراهيم عادل كده سريعا، ابراهيم عادل لعب في المريخ بعدين راح بيراميدز، ممكن يحترف، رحله احتراف بسيطه وسهله جدا لو حصلت. سيف الخشاب كان بيلعب في سبورتنج في دوري الدرجه الثانيه، من سبورتنج راح لعب على نادي امبي، ودلوقتي عنده فرصه انه يطلع بره. وفعلا سيف الخشاب احترف، والراجل جات له فرصه وطلع خلاص، مقابل بقى ديل هحكي لكم تفاصيل الديل هيطلع ده. الديل ده برده في فكر من نادي امبي، فكر في ايه؟ ان الناس ما طلبتش فلوس كتير قوي، بل بالعكس قالت ان احنا هنساعد سيف اللي كانت مشاركاته على فكره قليله الفترات الاخيره انه يطلع للنادي اليوناني، نادي استراس اليوناني. سيف الخشاب انتقل الى النادي اليوناني على سبيل الاعاره لمده موسم، ولكن بدون مقابل مادي. الناس طلبت سيف، طلبوا ان سيف يجي يعمل عندهم معايشه 10 ايام، وفعلا استاذ ايمن الشريعي رئيس النادي والجهاز الفني وافقوا، والراجل راح سافر لعب معاهم ماتشين وديين، واقتنعوا جدا بامكانيات الراجل اللي هو كان رايح. الدوري عندنا طويل، دي حاجه من مميزات الدوري بتاعنا، هم كانوا في فتره اعداد فواقف على رجليه وفت، المدرب قال للراجل معانا وبعتوا له اوفر، هيروح اعاره بدون مقابل مادي. بص بقى، بند تو باي اللي هو ايه، تو باي حقيه شراء في عقده مقابل مادي 150 الف يورو، هيشتروه ب 150 الف يورو. بالنسبه لنا احنا هنا بنقول ان ده رقم قليل جدا، ولكن استاذ ايمن الشريعي شفنا بنود عقد زياد كمال، شفنا بنود عقد حمدي فتحي، فرئيس نادي امبي عمل ايه بقى؟ بنود التعاقد بتتضمن حصول امبي على نسبه 50% من اعاده بيع اللاعب. يعني سيف لو تالق وانتقل لنادي تاني مقابل مثلا مليون يورو،
امبي هياخد 500 ألف يورو على طول كده إعادة بيع 50%، ونادي امبي في نفس الوقت ما زال بيمتلك حسب العقد المبرم بين الناديين 50% من البطاقة الدولية للاعب. يعني البطاقة الدولية للاعب لو احنا افترضنا ان الراجل ده اتباع بمليون، هو بيمتلك نصها، يعني بيمتلك نص مليون، فعنده 500 إعادة بيع ونص النص اللي هو 250، يعني امبي في الوقت ده هيخش له 750 ألف يورو من بيع سيف الخشاب لو سيف قدر ياخد خطوة لقدام. سيف عمل معايشات كتير على فكرة في أوروبا قبل كده، فهو متعود نسبيا على السفر والقعدة. اليونان مش غريبة أجواءها عن مصر أو عن اسكندرية، لأنه راجل كان بيلعب في نادي سبورتنج، فأعتقد إن دي فرصة كويسة. والحقيقة احنا بنتشعبط في اي محترف، يعني سيف الخشاب اخذ فرصه، يا رب نتمنى له التوفيق. انه في الدوري هو نادي في منتصف الجدول، هم بيبقى عندهم في زي كده ايه مجموعتين فوق وتحت، هو في المركز السابع او الثامن، نتمنى انه يقدر يثبت نفسه، اتمنى انه ياخد خطوات كويسه. هو على فكره سنتر باك اشول، كان بيلعب في امبي في طريقه اللعب اللي هي الثلاثه في الخط الخلفي، بيلعب سنتر باك ناحيه الشمال، واحيانا كان بيتزق كانه باك ليفت، ومتميز في اللعب بضربات الراس وفي كل الكور والكورنرز والضربات الثابته. فده فيما يتعلق بسيف الخشاب لاعب نادي امبي اللي انتقل لنادي استراس اليوناني. اربع امثله لاربع عقود احتراف جمل لعيبه مصريين، واحد امبي، اثنين نادي اهلي، واحد بيراميدز. بيراميدز اترفض، الاثنين بتوع الاهلي ما زالوا، يعني الاهلي بيبحث مع مارسيل كولر هل كولر هيوافق على رحيل واحد ويسيب واحد، الدبيس يطلع كوكا يقعد او العكس. كل ده هيبان كمان حسب خريطه صفقات الاهلي اللي هتحصل الفترات الجايه. ولكن المسج اللي دايما بنقولها وهنفضل نقولها هنا، اي لعيب يجي له عرض احتراف في اوروبا، في اوروبا اتمنى ان احنا نطلعه. هامش تطور مختلف تماما، كلنا بقينا مطلعين على الكره الاوروبيه وبنتفرج وبتشوف الريتم، بتشوف اسلوب مختلف تماما، وعي تكتيكي. وبص على محترفينك قدام، حط حتى صلاح على جنب، شوف التطور العظيم اللي في عمر مرموش، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، اللعيبه دي بتعمل ازاي. وان شاء الله في الانتظار، وانا متشوق بشده لتجربه محمد عبد المنعم مع نادي نيس الفرنسي. الدوريات كلها شغاله، الدوريات كلها بتلعب بتتلعب، فتعالوا نشوف اهداف مباراه بايرن ميونخ مع فولفسبورج، وفوز اول بايرن ميونخ مع فينسنت كومباني 3-2 في الجوله الاولى من البوندسليغا. ولسه مكملين حلقتنا من سوبر ليج، دي تجربه تستحق المتابعه. فينسنت كومباني مديرا فنيا لبايرن ميونخ، هنشوف افكار الراجل هتبقى عامله ازاي معاهم. زي من الناحيه الثانيه في انجلترا، في تجربه ثانيه تستحق المتابعه جدا جدا جدا، فابيان هورزلر. فابيان هورزلر مدير الفني لنادي برايتون، 31 سنة، أصغر مدرب دائم في تاريخ البريمير ليج. يعني 31 سنة، يعني بص لسه بسلوفانته في عالم التدريب، ولكن قيمة كبيرة جدا تدريبية. أول مباراتين لبرايتون 6 نقط، فوز على إيفرتون في ملعب إيفرتون، فوز على مانشستر يونايتد 2-1. الراجل ده يا جماعة كان بيلعب كورة في بايرن ميونخ، تدرج في أكاديمية بايرن ميونخ، وصل معاهم ما لعبش في الفريق الأول، لعب في فريق الرديف، منه في فريق الرديف في كذا فريق تاني في ألمانيا، وبعدين راح لعب في فريق يعني في درجات أدنى، وكان لعيب ومدرب في نفس الوقت، بيعمل الاثنين مع بعض، وبعدين بقى مدرب مساعد لمنتخب ألمانيا تحت 18 سنة ومنتخب ألمانيا تحت 20 سنة، تولى المسؤولية معاهم، اشتغل معاهم، جات له فرصة في نادي سانت باولي في ألمانيا كمدرب مساعد. اشتغل معاهم، المدير الفني الاساسي رحل، تولى هو المسؤوليه، كانوا في المركز ال 14، فنش معاهم في المركز الخامس، وبعدين السنه اللي فاتت تولى المسؤوليه بصفه دائمه، قدر يصعد بيهم للبوندسليغا، يعني من الدرجه الثانيه خدهم للدرجه الاولى، من الدرجه الاولى خدهم اخذ الدوري، صعد بيهم للبوندسليغا، وبقى الراجل في اول مره هو عنده 31 سنه وهيبدا بقى يقود الفريق في المانيا. جاله العرض بتاع برايتون، وتحولت مسيره الراجل الى مدرب في برايتون. برايتون اللي قدر يورينا جراهام بوتر، مدرب قوي جدا، طلع بعد كده على تشيلسي، ورينا بعد كده ديزيربي الايطالي اللي طلع بعد كده على مارسيليا، هو اكتشف لنا مدرب جديد كمان الراجل دوت فابيان هورزلر. ميزه هورزلر ده 31 سنه، اصغر من 9 لعيبه في فرقه برايتون، يعني هو 31 سنه، ميلنر عنده 38 سنه، فده المدير الفني. ودي كانت مشكلته الاساسيه على فكره اول ما تولى المسؤوليه مع فرقته، ان اللعيبه عارفاه انه لعيب صغير، فجاه بقى هو الهيد كوتش، بقى الكل في الكل، فقال لهم انا مش هتغير، بس هتشوفوا مني قرارات ممكن تكون مؤلمه، قرارات ممكن تكون صعبه، لكن هنفضل علاقتنا كويسه مع بعض. وبدا فعلا وهو بيقول كده وما بيتكسفش يقول ان انا باخد راي كتير من اللعيبه في حاجات كتيره جدا، يعني الراجل نفسه اتكلم
قبل ماتش مانشستر يونايتد الاخير، قال ان داني ويلبيك لعيب بخبرات كبيره جدا، انا ما عنديش اي حرج ان انا اقعد اتكلم معاه لانه لعب في مستوى عالي هنا في البريمير ليج، فيقدر يقول لي حاجات مهمه، فبيبدا يتكلم مع اللعيبه الكبيره وياخد منهم نصايح. مدير فني افكاره مشابهه لديزيربي، وهو نفسه اتكلم ان انا بيعجبني طريقه ديزيربي، وسافر ايطاليا على سافر انجلترا اتفرج على ماتشات لبرايتون لايف واتفرج على مانشستر سيتي واتفرج على ارسنال، بيكون كتير من الافكار، وهي افكاره في الكوره الحقيقه مدرب محترم جدا. ولكن اكتر حاجه تقدر تقف عندها انه عنده 31 سنه. طريقه لعبه مع سان باولي كان بيلعب بثلاثي في الخلف، بيزق سنتر باك منهم كده في النص، فيبدا يعمل زي هرم مقلوب ويبدا يطرع اللعيبه، كان بيلعب 3 4 3، هتشوفوا طريقه لعبه مختلفه تماما وهو موجود مع برايتون في الدوري الانجليزي. لكن القصد في الموضوع 31 سنه دي لما اخذ الرخصه بتاعه اليويفا البرو اتعين مدير فني، اخذ الرخصه اليويفا البرو، طبعا 31 سنه هو معاه اعلى حاجه رخصه تدريبيه موجوده، الراجل دارس، الراجل اخذ خبرات كبيره جدا منتخبات وفرق صغيره عشان يروح الدوري الانجليزي. صفقات حوالي 7 8 لعيبه جداد عملهم برايتون فرقوا مع الراجل جدا. عايز اوري حضراتكم عشان دي تجربه مهمه، شويه افكار فنيه للراجل ده بيعمل ايه جوه الملعب، وازاي الفرقه بتتحرك في الملعب قدام مانشستر يونايتد، حركتين ثلاثه كده في البيلد اب وعمليات الخروج بالكوره، وازاي بيشكل خطوره على مرمى مانشستر يونايتد. هتتعرض معانا الحالات، وبعد كده عايز اوريكم معدل اعمار مدربي الدوري الانجليزي، لان دي مهمه، معدل اعمار مدربي الدوري الانجليزي 31 سنه 38 سنه 42، اللي احنا بنقول عليهم مدربين صغيرين، لا هم بره صغيرين، احنا بنبدا الصغيرين بتوعنا بعد كده بشويه. فدي نقطه برضو مهمه، ان المدربين محتاجين يشتغلوا على نفسهم وياخدوا رخصهم بدري، واحنا نديهم الفرصه بدري. فلما يجي عندي كابتن احمد عبد الرؤوف 38 سنه في بلديه المحله، نقف مع الراجل ونقف في ظهره ويعمل موسم كويس وممكن يخفق في فترات، لكن ده مدرب بوتنشال. احمد خطاف في فاركو 38 سنه هايل، واحد من اهم المدربين بالنسبه لي على مدار الموسم، لان كان سبب ان فرقه فاركو تكمل في الدوري. الراجل اصلا مدرب حراس مرمى، تولى المسؤوليه، كمل مع الفريق، قدر يحافظ لهم على البقاء في الدوري مره تانية. اثنين مدربين على فكره دول بس اللي عندنا تحت ال 40 سنه في الدوري المصري، الاثنين 38 سنه، ولكن انت بتتفرج على واحد 31 سنه وشغال في الدوري الانجليزي. تعال بقى نشوف الكلام الفني اللي يخص الراجل ده، ازاي بيتكلم، ازاي الفرقه في ارض الملعب بتشتغل، هتبدا تبان معانا الصوره يا جماعه. وهنا الصوره مهمه جدا، هو رباعي في الخط الخلفي، بيحط في النص لعيب في القلب اللي عليه الدايره ده، اللي هو بيلي جيلمور اللي كان بيلعب في تشيلسي، وبعدين هتلاقي 1 2 3 4 بين الخطوط واقفين يستلموا الكوره، هم بيطلبوا الكوره سواء بقى جواو ولا ميلنر ولا ميتوما ولا حتى ويلبيك. تعال نجري الصوره، لانه هيبدا هنا يخلق وجود ميلنر في العمق هنا، هو بياخد الكوره على طول تتلعب عند فيلتمان، يحط الكوره لميلنر، تعال ناخد الصوره اللي وراها، يطلع بالكوره ان راشفورد ما بقاش عارف اروح كده ولا اروح كده، فالكوره يطلع. بص بقى ميلنر هنا، تعال بص الصوره دي، دي الاعاده بتاعه كره الجون اللي دخلوه في مانشستر يونايتد. بص شكل الفريق او الاستراكشر وهيكل الفريق، الاثنين السنتر باكس اهم، فيلتمان ده الباك رايت اللي معاه الكوره، جنبه مينتا لعيب بتاع جامبيا عنده 20 سنه، بعدين بيدرو جواو بيدرو الراجل البلاي ميكر جاي على اليمين، اللي بيطلب الكوره ده بيلي جيلمور اللعيب بتاع نص الملعب، اللي بالاصفر يا جماعه هنشل وود ده الباك ليفت، الباك ليفت هو اللي داخل في القلب ده اللي عند الدايره ده الباك ليفت، وميلنر اللي بالاصفر الثاني لعيب رقم نص الملعب، فلعيب نص الملعب مكمل في انصاف المساحات ولعيب الباك ليفت مكمل، وبالتالي ميتوما معلق فوق الراجل اللي عمل اسيست لوحده خالص. تعال بقى نجري الصوره وبص الراجل هنشل وود ده الباك ليفت بيجري فين، بيجري عشان ياخده نصير مزراوي الباك ليفت كانه مهاجم تاني، فتفضل مساحه في ظهره لميتوما اللي هيقطع بعد كده. طبعا هنا في غلطه كبيره جدا ان نصير مزراوي راح مع الراجل ظهره فيه ميتوما، وواقف اماد ديالو لعيب مانشستر يونايتد تحت اللي على نفس خط الحكم، ما رجعش الجناح ما رجعش مع الباك، فيغلط الكوره تروح لميتوما هيلعب الكوره عرضيه في الصوره اللي وراها. بص كام لعيب بقى، ال 41 ده يا جماعه اللي عند ماجواير ده الباك ليفت، بص الباك ليفت هنا مكمل فين، وده بالمناسبه اعتقد اوبشن كويس لبتوع الفانتزي. بص 41 الراجل مكمل فين، تعال نجري الصوره اللي وراها عشان نبين كمان بقيه الافكار. تاني نفس الاثنين، وده قيمة المدرب انه قادر يستخدم ميلنر ال 38 سنة، هو اللي بيطلب الكورة هنا في المساحة، نفس الكلام ينطبق على هنشل وود الراجل الباك ليفت اللي بيكمل طول الوقت لجوه. تعال نجلي بقية الصور، لان حتى حراسة المرمى وطبيعي حراسة المرمى في البيلد اب ازاي بيستخدم حارس المرمى انه يبدا الهجمة طول الوقت. تعال ناخد الصورة اللي وراه، اهو هيطلع من ضغط مانشستر يونايتد تمريرة وحيدة، هينزل هنا داني ويلبيك يسند الكوره لجواو بيدرو، وبص اللي بيجري معاهم ده ميلنر برضه، يلا بينا نجمر اللقطات. هياخد الكوره
ويطير بيها على طول ويعدي. بص بقى كام لعيب ازرق، 1 2 3 4 5 من برايتون على 3 من مانشستر يونايتد. ميلنر يقطع في العمق ويخش جوه، والكوره دي على فكره حطها وكانت رايحه في الجون، ودييجو دالوت شال الكوره من على خط الجون. استخدام للباك ليفت عامل ازاي، استخدام لميلنر فهو في عمر 38 سنه عامل ازاي. فابيان هورزلر مدرب بالتأكيد بالتأكيد يستحق المتابعة، واحد من أهم المدربين اللي موجودين دلوقتي في البريمير ليج، كمان صغر سنه يستحق المتابعة. تعالوا بقى نشوف الفوز بتاع هايدنهايم على فرقة سان باولي، ودي الفرقة اللي كان بيدربها بالمناسبة هورزلر في البوندسليغا في الأسبوع الأول، وفوز عليهم بنتيجة 2-0. الدوري الألماني هيبدأ وهيكون مشتعل ويستحق المتابعة، ممكن تكون بطولة بقى رسمية أولى لهاري كين في مسيرته. تعالوا بقى نطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل كلامنا مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين حلقتنا من سوبر ليج مع حضراتكم. حديث الساعة النهاردة وكمان في المملكة العربية السعودية هو سعود عبد الحميد. سعود عبد الحميد نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال السعودي انتقل رسميا إلى نادي إيه إس روما الإيطالي. صفقة تاريخية بالتأكيد، لعيب بيطلع من الهلال السعودي على روما على طول، واحد من أهم اللعيبة الحقيقة. سعود عبد الحميد باك رايت عينك تحب تشوفه، حتة باك رايت زي ما الكتاب بيقول، سريع قوي جدا هجوميا، عنده وعي تكتيكي كبير قوي، عارف امتى هيمسك الخط وعارف امتى الجناح هيكون موجود فانا هقطم واخش لجوه. قوي جدا 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 في الكروسات، كروساته مظبوطه بالملي. سعود عبد الحميد بيرفع عينيه يعرف امتى يعمل كات باك لبره، امتى هعملها على البعيده، امتى هنشن مع الهلال على راس متروفيتش فحط الكره في متروفيتش يسجل. فالحقيقه سعود عبد الحميد واحد من اللعيبه اللي تستحق بالتاكيد التجربه دي، بيتطور جدا. كان قبل كده الراجل مع المنتخب شغال، وشفنا فترة توهج كبيرة جدا جدا مع هيرفي رينار بالتأكيد مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، وهيرفي رينار عينه برضه ما بتهزرش، هيرفي رينار فاهم قوي. ولو تفتكروا كان في محاضرة للمنتخب السعودي اعتقد كانت ما بين شوطين مباراة الأرجنتين او قبل مباراة الأرجنتين، واتكلم فيها هيرفي رينار مع سعود عبد الحميد نفسه وقال له انت لازم تكون فخور بنفسك ولازم تكون عارف انك تعبت كويس قوي، والفرصه هتيجي، هتجيلك فرصه كبيره، والفرصه جات لك النهارده انك بتلعب الماتش ده ولسه هتجيلك فرصه اكبر من كده. كلام هيرفي رينار معاه، وحتى يومها قال له والدتك قاعده بتتفرج ووالدتك فخوره بيك. سعود عبد الحميد بينتقل إيه إس روما، راجل هيلعب في نادي لعب فيه نجوم عرب كتير، حسام عوار طبعا، محمد صلاح، احمد حسام ميدو، مجموعه مهدي بن عطيه، مجموعه من اللعيبه الكبيره العرب اللي لعبوا في نادي إيه إس روما. والحقيقه سعود عبد الحميد لازم تقف كمان عند تصريحات مانشيني، تصريحات مانشيني هتكون مهمه جدا جدا بالنسبه لي، لان ده بيقول قد ايه الناس شايفه المواهب القويه المواهب الكبيره اللي زي سعود عبد الحميد. فتعالوا نشوف هنا كده سر صفقة سعود عبد الحميد كمان لروما، ان في مشروع تحت رعاية وزارة الرياضة السعودية عبارة عن تسويق للاعبين السعوديين في الدوريات الخارجية خاصة في اوروبا، بيعرضوا ارقام اللعيبة والبروفايلز والارقام بتاعتهم ويبداوا يشتغلوا ويشوفوا مين الاندية اللي تقدر تقدم عروض مناسبة عشان هم عايزين يزودوا الفكرة. يعني طبعا دوري روشن اقبال كبير من النجوم اللي بيجوا من بره يكونوا موجودين، في نفس الوقت هم بيفكروا ازاي يطلعوا اللعيبة. سعود عبد الحميد كان عنده اصرار كبير قوي انه يطلع ويحترف، فدي جزء يحسب لسعود، لان كمان احنا شفنا ان مانشيني اتكلم مع ديروسي مدرب روما قال له ده واحد من اهم المواهب، لما اتسال لعيب كويس جدا، لعيب هيكون بروميسنج جدا بالنسبه لروما في الدوري الايطالي. انا شايف ان دي صفقه الحقيقه هايله، وعجبني جدا جدا ان سعود عبد الحميد قرر دلوقتي، عارف ان تو ليت ان اقعد اكتر من كده، واخد بطولات كبيره قوي مع الهلال بالتاكيد، بياخد بطولات طول الوقت مع الهلال، فقرر انه يطلع ياخد تجربه مختلفه. ودي البطولات اللي اخذها، اخد كاس الملك مرتين، الدوري السعودي للمحترفين مرتين، السوبر السعودي مرتين، فضيه كاس العالم للانديه امام ريال مدريد. فمتخيلين الشعبيه، متخيلين الاموال او المبلغ المالي اللي ممكن يكون بياخده سعود عبد الحميد في السعوديه. الراجل قرر ان هو ياخد كل ده على جنب ويبدا مغامره جديده ليه مع إيه إس روما. بنتمنى لسعود عبد الحميد كل التوفيق ان شاء الله في مسيرته الجديده، وتكون نقطه انطلاق ليه فيما تبقى. تعالوا بقى نطلع نشوف تصريحات أرني سلوت المدير الفني لليفربول بعد الفوز على برينتفورد في تاني جولات ليفربول في البريمير ليج، ومنه إلى فاصل سريع ونرجع نستقبل الصديق العزيز حسام عادل وحديث فني أكتر عن بدايات ليفربول، أرسنال وريال مدريد.
كان إيجابيا لأسباب عديدة. أعتقد أن برينتفورد أظهر في مباراة الأسبوع الماضي أنه يمكنه اللعب من الخلف بشكل جيد حقا. لقد حاولوا القيام بذلك هنا أيضا، وفي بعض الأحيان نجحوا بشكل أفضل من لحظات أخرى، لكنهم أيضا يشكلون تهديدا حقيقيا في الهجمات المرتدة، وهم يشكلون تهديدا كبيرا في الكرة الثابتة. وأعتقد أن التهديد الوحيد الذي واجهناه اليوم كان الكرة الثابتة، حيث أنقذنا أليسون في الشوط الثاني، ولكن كان من دواعي السرور أيضا أن أرى أنه من كرتهم الثابتة تمكننا من تسجيل هدفنا الأول. نعم، لقد حققنا فوزين جيدين ضد خصمين صعبين، لأن برينتفورد قدم مباراة افتتاحية جيدة جدا الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال أمامنا الكثير لنثبته مع اقتراب الموسم بأكمله، لأنه كما قلت عدة مرة بالفعل أعتقد أن كلا الفريقين إبسويتش وبرينتفورد يستحقان احترامنا بسبب الطريقة التي لعبا بها ضدنا، لكنني لا أتوقع مواجهة أحدهما ضمن أفضل 6 فرق في الموسم، لذا لا يزال أمامنا الكثير لنثبته، لكن من الجيد دائما أن نبدأ بفوزين ونحافظ على نظافة شباكنا في مباريتين. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين حلقتنا من سوبر ليج، وضيفنا دلوقتي واحد من الاصدقاء الاعزاء، واحد من افضل الناس اللي ممكن تقرا له كلام في الكوره، يعمل لك فيديوهات تتبسط جدا بالافكار اللي موجوده عنده، مع معلومات ما شاء الله الله اكبر من كل الدوريات، معلومات تقنيه جدا، فكان مهم جدا يكون متواجد معانا. الحاجه الوحيده اللي ممكن تلومه عليه انه قليل الظهور. هينورنا النهارده في سوبر ليج حسام عادل. مساء الفل يا حسام. اهلا بك يا اسلام، وانا سعيد جدا ان انا معاك النهارده. انا اللي سعيد جدا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. تعال نبدا على طول. تمام. أرسنال، أرتيتا، صفقات جديدة أو صفقة كاليفيوري، خلاص ميكيل ميرينو بيخلص، لكن البري سيزن، ثم مبارتين فوزين مهمين جدا على ووفرهامبتون، ثم أستون فيلا، فرقة اللي عكننت عليهم السنة اللي فاتت. شايف إيه اللي متغير في أرسنال من الأفكار الفنية؟ شايف إيه الجديد اللي عند ديكلان رايس؟ إيه الحاجات اللي أنت شايفها فنية مهمة جدا لأرسنال مع أرتيتا السنة دي؟ يعني أنا من مشاهدة الأرسنال في البري سيزن وأول ماتشين، يعني بدات الاحظ ان الفريق بقى عنده ديناميكيه اكتر وانماط اكتر في بناء اللعب. حلو. بحيث ان الفريق يكون مش متوقع اكتر بقدر الامكان. فانا لاحظت كتير من الافكار، روتيشنز بتحصل في الاماكن، مارتن اوديجارد اوقات بينزل جنب توماس بارتي، اوقات بتلاقي، وده الطبيعي، ان زينشينكو هو اللي بيدخل جنب توماس بارتي في بناء الهجمه، شويه تلاقي كاي هافرز بيبدل اماكنه مع مارتن اوديجارد، فبيحصل روتيشنز كتير. الروتيشنز دي بتعمل يعني كونفيوجن للخصم، بتخلي الخصم اللي هو غير متوقع اللي انت تقدر ان هو يقدر يتنبأ ارسنال هتعمل ايه يعني في الهجمه. حلو. الشكل ده يقول ان اولا زينشينكو اعتقد مع وجود كالافيوري مش هيبقى بداله ليه دور كبير اتخيل، بس ديكلان رايس هو اللي ممكن دوره يختلف نسبيا. هل حابب نروح للحالات على طول؟ تعال نلعب الحالات يعني عشان تشرح لنا برضو اكتر على الشاشه ايه اللي اتغير في ارسنال، ايه الصور او اللقطات اللي انت شايفها متغيره، لان فرقه ارسنال مع الوقت ما زالت لغايه ما الصوره تتعرض اهي. تعال بقى نخش على الصوره. يعني هنا دي حاله من حاله بناء لعب من مباراه وولفرهامبتون. هنا ارسنال بالشكل التقليدي بتاعه 3-2-2-3 بدخول زينشينكو كمحور اضافي بجوار بارتي، وتواجد اوديجارد وديكلان رايس اللي مش متواجد في الكادر هنا، وهنعرف ليه قدام في انصاف المساحات سواء اليمنى واليسرى. فهنا وولفز بيضغط بستراكشر ال 4-4-2 او ال 4-2-4. الهدف من يعني سكيم الضغط ده ان الاثنين مهاجمين بتوع وولفرهامبتون بيقفلوا زوايا التمرير لمحاور ارسنال سواء زينشينكو او يعني رقم 11 ورقم 9 دول يا حسام قافلين على الاثنين الحمر اللي في ظهره. مظبوط كده؟ ايوه. وبيبدا محاور وولفرهامبتون سواء لمينا او جوميز ان هم يستلموا لعيبه ارسنال المتواجده في انصاف المساحات سواء اوديجارد او ديكلان رايس. كاي هافرتس او ديكلان رايس. هنا بقى انا بس عايز نرجع تاني. احنا هنا شفنا ديكلان رايس مش متواجد في الصوره. مظبوط. هو زايق نفسه قدام في الليفت هاف سبيس قدام. تمام. اوكي. اللي هي المساحه ما بين الباك والمساك. بالتالي جوميز مش هيروح يعمل له تراك لان ده هيخلق مساحه في قلب الملعب يقدر يستلم فيها زينشينكو. فهنا اللي هيحصل الاتي، زينشينكو هنا الطبيعي انه بيحب يستلم الكوره دايما في ظهر خط الضغط الاول. حلو. يعني في ظهر الاثنين دول. مزبوط. لا، هو هنا هيعمل حاجه مختلفه تماما، ان هو هينزل يستلم قدام خط الضغط الاول. نمشي في الصوره اللي بعدها. فهنا جوميز هو المسؤول عن مراقبه زينشينكو. فهنا هو نزل معاه. لا، ما هو زينشينكو حط قدام اختيارين، لا اما ينزل معاه، فلو نزل معاه جوميز هتتفتح زاويه التمرير في قلب الملعب، ديكلان رايس يقدر ينزل يستلم فيها
فيها، لا اما ان هو يسيبه يبتدي يسلمه لواحد من الاثنين اللي قدامه، وده اللي هيحصل. نمشي الصوره اللي بعد كده، هنا زينشينكو بيسلم للاعب رقم 11 فعلا، بيسلمه للمهاجم زينشينكو. شوف هنا لاحظ المسافه ما بين لمينا وما بين جوميز بدات تكبر. طب ده بيفيد ارسنال في ايه؟ انه بيخلق زوايا تمرير اكتر في العمق. ممكن مثلا لعيب زي كاي هافرز ينزل يستلم في مساحه زي دي، وده الهدف ان مارتن اوديجارد متمركز هنا ان هو يقدر يوسع المساحه، وهو فعلا اللي بيتحرك هنا في الكادر ده. تمام، فهنا نمشي اللعب عادي، الكره هتروح لسليبا، سليبا هيمرر زينشينكو، هنا هرب من الكفر شادو او الرقابه الظليه للمهاجم، الكره توصل لزينشينكو هيمررها توماس بارتي. تعال بقى نرجع معلش يا اسلام تاني، تعال بقى نشوف هنا الروتيشن اللي بكلمك عليه اللي حصل. اوكي، هنا اوديجارد، احنا قلنا اوديجارد المسؤول عنه لمينا، مظبوط. اوديجارد هنا هيعمل روتيشن او هيبدل مركزه، او بدل مركزه مع الكاي هافرز، مظبوط. فهنا انت عندك 3 على 1 بين الخطوط، كاي هافرز، اوديجارد، ديكلان رايس، مزبوط. تمام، على لمينا بس. فهنا الكره هتتمرر لزينشينكو، زينشينكو خلاص استلم، فلمينا فجوميز عايز يطلع يضغط عليه، الكره نمشي اللعبه، هنا زينشينكو هيمرر لتوماس بارتي، تمام، توماس بارتي هنا هيمرر لمين؟ كاي هافرز. كاي هافرز هنا المفروض ان هو خالص. ايوه، عايزين نقف هنا. كاي هافرز المفروض بيتواجد في الممر الاوسط. فهنا حصل روتيشن في عمق الملعب، في عمق الملعب. فهو هنا عمل روتيشن بينه وبين مارتن اوديجارد. فهنا طبعا المفيد في الموقف ده ايه؟ طبعا تمريره واحده من توماس بارتي ضربت 5 لعيبه من وولفرهامبتون، والكره تتمرر اللي سكلت حتى في موقف 1-1 مع ايتون نوري. نكمل الحاله الثانيه، وفي نفس الوقت اللي انت قلت عليه التحول او السويتشات اللي بتعمل بين الثلاث لعيبه اللي بيستلموا في العمق. ايوه، ما هو انا برضو عايز اكلمك هنا حاله ثانيه. احنا خلاص قلنا الشكل الاولاني 3-2، عظيم، زينشينكو بيدخل بجوار بارتي، تمام. هنا عادي زينشينكو هتلاقيه فاتح عادي الخط، باك ليفت عادي خالص، باك ليفت عادي خط خالص. هنا بقى اوديجارد نمشي، اوديجارد هنا اللي بينزل جنب بارتي، تمام. اوديجارد هنا هيستلم، مظبوط، تمام. طبعا طبعا هو رايا دلوقتي بقى لاعب اضافي، صح، تمام، بلس 1 بلس 1، فده بيدي مساحه اكبر ان السنتر باكات يوسعوا المساحه بينهم. فالكره تتمر من جابرييل لرايا، رايا هيوديها لسليبا، سليبا هنا الجناح داخل يضغط عليه بحيث ان هو يقفل زاويه التمرير لمين؟ صح، على بين وايت. بين وايت لا، هيعمل فنت، وبعد كده بين وايت هيستلم في ظهر الراجل على طول، والكره نكمل الحاله، نكمل الصوره، بين وايت هيستلم، نكمل بعد كده التمريره بقى اللي هي التريد مارك لارتيتا، اللي هي التمريره اللي دايما بتتمرر بشكل قطري في العمق، بحيث ان هو بيدي افضليه للجناح اللي هو بيستلم في مساحه، يبقى في وضع حركه، لان لو استلم الجناح طبعا بيستلم في وضعيه محجوبه، بيبقى في ظهره الظهير. فده ارتيتا كان طلع شرح الفكره دي وقال انا بدي وقت للظهير بتاعي، بخرج الظهير من اللعبه، بدي وقت للجناح بتاعي على الكوره، بخليه في وضع حركه، وبحط الظهير قدام اختيارين، لا اما اللي هو يخرج مع ساكا فبالتالي هيسيب سبيس في ظهره، لا اما ان هو يسيبه اللاعب من لعيبه وسط الملعب، فانت جايب وشك وفي وضع حركه، فهتقدر بشكل ترقص وتعدي. ترقص وتعدي. يبقى كده احنا شفنا معاك دلوقتي شكلين لطريقه بناء الهجمه او البيلد اب مع ارسنال، يا 3-2 بوجود زينشينكو او الباك ليفت يخش انفرتد فول باك يخش لجوه، او ان اوديجارد ينزل يستلم 4-2. بالظبط، ويبدا يفتح عرض ملعب رباعي خلفي ثم 2 في نص الملعب. تمام، تعالى نروح للحاله اللي وراها. اول حاله بناء من ماتش استون فيلا، تمام. هنا ارسنال بيحضر بالشكل الاعتيادي 3-2-2-3. هنا طبعا امري هنا الميد بلوك 4-4-2 بلوك متوسط. هنا الاثنين المهاجمين سواء روجرز او واتكنز بيقفلوا برضو زوايا التمرير لتيمبر وتوماس بارتي. الجناحين انا عايزك بس تبص على اجنحه استون فيلا، هتلاقيهم داخلين جوه واقفين في الهاف سبيس بالذات، لان عشان يقدروا يعملوا حاجتين. هما اول ما الكره بتوصل للسنتر باك، اي الوايت سنتر باك اللي هو بيبقى من الثلاثه اللي ورا، الجناح بيطلع يضغط عليه، وفي نفس الوقت بيبقى قافل زاويه التمرير لمين؟ حلو، سواء ناحيه يعني جون ماكين بيقفل زاويه التمرير هنا. بص هنا ماكين هو داخل يضغط، هو بيقفل زاويه التمرير، الكره تلعب مكان أيوه. ما هافرت استلم في الحالات اللي فاتت، ايوه تمام. أوكي، وبيبتدي تيليمانس وقنانه هما اللي بيستلموا لعيبه نص الملعب. نص الملعب هنا بقى حصل حاجه، هنا نزل كاي هافرز عشان يخلق 3-2 في الايه؟ في العمق. هنا 3-2 تقول عليهم حسام اللي هم في العمق عند الحكم دول، يعني تفوق عددي لعيبه ارسنال في المنطقه دي قدام الاثنين بتوع استون فيلا. تمام، هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ قنانه هيبدا يسنتر نفسه بحيث ان هو يبقى قريب من مين؟ من كاي هافرز، ويسيب ديكلان رايس. بص على بايلي بقى، نكمل الحاله. بايلي هنا بص على مين؟ على ديكلان رايس. لقى فري، بص هيعمل ايه؟ مشي خد خطوتين في زاويه التمرير. فبالتالي امري كان بيحاول ان هو يقفل كل زوايا التمرير في عمق الملعب، يمنع ارسنال اللي هو يعمل بروجريشن من الميدل او من عمق الملعب، تمام. هنا حاله ثانيه دي ادت لترنوفر، وكانت بيج تشانس لاستون فيلا نفس الشكل. ترنوفر يعني ارسنال فقد الكوره بدري زي الباسكت كده وكره اليد، وبقت هجمه مرتده لصالح استون فيلا. ايوه، هنا الكوره مع سليبه هيديها لجابرييل، هيطلع يضغط عليه بايلي. خد بالك برده روجرز مسؤول عن تيمبر، اوكي، واتكنز مسؤول عن بارتي، هتتقطع هتتمرر
بقت هجمه مرتده. هجمه مرتده واحده من الحاجات اللي رايه شالها. فلا هي دي طلعت بره. دي طلعت بره. لكن انا عايز اوريك الشكل ان ارسنال الشوط الاولاني هنا برضو دي حاله تانية توريك. هنا بص روجرز مع مين؟ مع بارتي. واتكنز قافل زاويه التمرير لاوديجارد. انا عايز اوريك حاجه، ارجع بس بالحاله تاني. هنا رايا واقف على الكره علشان يستفز لعيبه استون فيلا انها تطلع تضغط. اوكي مش هيضغطوا. شوف كده ماشي الحاله، البلوك هيفضل يتراجع لحد ما يرجعوا تاني بلوك متوسط. هو يعني احيانا حارس المرمى يقف على الكوره فيبدا المهاجم ياخد خطوتين يقوم طالع يبدا يلعب الكوره في ظهره. ايوه يعني احنا فاهمين كفايه ان ما تطلعش تضغط عليه من قدامي. ايوه يعني حتى ديزيربي كان بيتكلم ان الحراس برايتون في الفتره كان موجود فيها ان هو دايما بيحب يحط رجله فوق الكوره، فده بيستفز الخصم ان هو يطلع يضغط عليه. تمام. فهم هنا هم مش عايزين يضغطوا. هم هنا مش عايزين يضغطوا. هم هنا زي ما انت شايف عايزين يقفلوا مسارات التمرير ان هم خلاص. هو هنا البلوك هيبتدي يتراجع خلاص، الحاله هتبتدي بارتي هنا مفيش حل، رجع رابع هيبتدي يستلم، هيدي الجبريل يلعب كره طويله هيتعامل معاها الظهير الايمن خلاص. أوكي. فبالتالي ارسنال الشوط الاولاني ما اوجدش اي حلول من الهجوم المنظم. تمام. فرص ارسنال كان في فرصه لساكا في اول مباراه كانت برده زي ما بقول لك من تيرن اوفر او هجمه مرتده. لكن تعالى بقى انا عايز اوريك دور ديكلان رايس. لا احنا عايزين نتكلم على ارسنال الشوط الثاني ايه اللي حصل بقى، يعني ازاي ايه الادابتيشن اللي عمله ارتيتا الشوط الثاني. حلو تمام. هنا الثلاثه زي ما انت شايف بيحضروا، احنا خلاص اتفقنا هنا تيمبر معاه جنب توماس بارتي. جميل. شوف بقى اوديجارد بدا يروح يستلم منين. أوكي. بدا يروح يستلم من مناطق ينزل تحت ويعمل انسيمتري بينه وبين ديكلان رايس. ديكلان رايس واقف هنا مثبت اونانا في الليفت اوف سبيس. بص المساحه بين اونانا وتيليمانس، هو دلوقتي عايز يحط تيليمانس بين اختيارين، لا اما يجي معاه فهيتخلق زاويه تمرير. اوكي تمام. نرجع بس لا اما هو يفضل مكانه. طب انت دلوقتي تيليمانس فضل واقف، الكره توصل لمين؟ لاوديجارد. ما انا عايز بس اوضح لك دور اوديجارد اللي كان مهم جدا الشوط الثاني. الكره تروح لاوديجارد، ايه اللي هيحصل؟ وصل الكره لاوديجارد، اوديجارد البين وايت، البلوك هيبدا يتراجع. نرجع سنة خلاص بدات ترجع خلاص، بدا البلوك بدات. فانت اجبرته عن طريق الوايد اوفرلود او الاوفرلود اللي بيتعمل او زياده العدديه على الاطراف، لان هنا زي ما انت شايف بيبقى اوديجارد بين وايت ساكا كان بيتضم معاهم توماس بارتي. حتى انت لو شفت الهدف اللي اتسجل توماس بارتي كان بيزق نفسه في الحته اللي هي بين الخطوط. تمام. فدي اول حاله. تمام. تعال نشوف حاله ثانيه الشوط الثاني. يلا بينا. ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه زي ما انت بتقول اهو. تمام. احنا كده كده هنتكلم عن ديكلان رايس لانه دوره مهم جدا وهقول لك ليه دلوقتي. تمام. الحاله اللي بعد كده يلا بينا. بص هنا بقى اسلام. هنا برضو مارتن اوديجارد فين؟ تحت رايس مثبت أونانا. انت بتتكلم على فتحه عرض الملعب اللي هم بيعملوها دي كده او فتحه هو دلوقتي اوديجارد بيتعامل المساحات. اوديجارد دلوقتي بيتعامل ان هو لاعب ثالث في وسط الملعب. انت بدل ما بتحضر ب 3 2 دي 3 3 هوريها لك في الحاله اللي بعد كده. أوكي. بالمناسبه دي الحاله اللي جه منها الجول. ماشي. في البدايه. تمام. هنا زي ما انت شايف اللعيب بقى الجناح مع السنتر باك روجرز مع تيمبر، المهاجم بيضغط على سليبا واقف زاويه التمرير بارتي، وهنا الجناح الشمال رايح يضغط على مين؟ على بين وايت. نكمل الحالات. اوديجارد تحت زي ما انت وضحت. مين اللي استلم هنا؟ استلم. بارتي استلم ليه؟ نرجع تاني. المهاجم ما قفلش زاويه التمرير وهو بيضغط. بص كده. نرجع. حل. تمام. هنا بص تيمبر بقى هنا عمل ايه؟ تيمبر هنا استلم برجله البعيده. ليه استلم برجله البعيده؟ عشان يحط روجرز في ظهره. اوكي. تمام؟ ويقدر يحافظ على كورته. كمل الحاله. بيراوغ. تمام؟ هيروح لمين الاوتلت؟ بين وايت بعدين بين وايت لاوديجارد. اوديجارد هيمرر الكوره لساكا. فهنا اوديجارد كان ليه دور مهم. تعال نشوف الحاله اللي بعد كده. وده ساكا عدى بعد ساكا عدى وعمل الكره بالعرض بعد كده راحت الترسات. تعال بقى هنا عشان الحاله دي مهمه جدا. حلو. هنا انا قلت لك الشكل بيتحول ل 3 3. مظبوط. تمام. انا دلوقتي عايز اعمل انسيمتري بين الاثنين محاور سواء تيليمانس او اونانا. انا هخلي واحد واقف فوق واثبته بديكلان رايس والثاني اسحبه معايا فين؟ انا كل الهدف اللي انا اللي عايزين يعملوه هنا ان هم يعملوا يخلقوا زوايا تمرير اكتر في العمق. فهنا زي ما انت شايف الكره مع جابرييل. تمام. نكمل. هنا المهاجم هنا يستلم بين وايت. تمام. بص هنا مين اللي هيطلع يضغط عليه؟ الجناح. صح. مين اللي نزل هنا؟ 3 على 2. مظبوط. اوديجارد. دي كده 3 3 اوديجارد. فكده تيليمانس ده واحد ماسك تيمبر واحد ماسك اوديجارد، توماس بارتي فاضي خالص. تمام. فدلوقتي روجرز هيتحط دلوقتي بين اختيارين. بص هيستلم دلوقتي اوديجارد، هيرجع لسليبه. مين اللي هيستلم دلوقتي؟ توماس بارتي. تمام. انت دلوقتي قدامه اختيارين. 2 على 1. لا اما يمسك يكمل مع تيمبر لا اما بارتي. طبعا تيمبر كان فاضي، هيستلم الكره ويعمل سويتش الناحيه الثانيه. ممتاز. واحد على واحد لمين؟ لتروسار. وهو حسام الهدف لاي مدير فني تكتيكيا ان هو بيخلق كل الاوبشنز اللي انت بتحكيها دي عشان يبقى عنده تفوق عددي في الملعب، عشان الناس تبقى عارفه انه عايز دايما يتحط في موقف 2 على 1 3 على 2 يبقى عنده لعيب بلس زياده، او ان لو في لعيب حريف يتحط في 1 على 1. ايوه يعني مزبوط. تفوق عددي او تفوق نوعي زي ما انت بتقول. حلو قوي. دي بقى
اعتقد دي مناطق الهجوم. دي مناطق الهجوم ارسنال الشوط الاول في المباراه 51% من الناحيه اليمين. اوكي. لان زي ما بقول لك الشوط الثاني اوديجارد مايل الكفه دي شويه. مايل الكفه، وانا زي ما بقول لك هو اوديجارد حط تيليمانس بين اختيارين. انت يا اما هتفضل في العمق يا اما هتيجي معايا، وقدر ان ارسنال يخلق اوفرلود ناحيه اليمين، وبالمناسبه في اكتر من فرصه اتخلقت من ناحيه اليمين في الشوط الثاني. حلو. تعال بقى نشوف ارسنال كان بيضغط ازاي على استون فيلا. ضغط ارسنال على استون فيلا. بص أوكي. هنا احنا هنشوف طبعا الحاله متاخده ماشي، المهم دي تاني صوره. هنا زي ما انت شايف ارسنال بيحاول يضغط تقريبا مان تو مان، لكن صح. يعني هنا ساكا طالع مع السنتر باك كاي هافرز، هنا بيضغط بشكل مقوس ليه؟ عشان يقفل زاويه التمرير للمدافع الثاني. تمام. الكره هنا البريسنج تريجر، الكره تروح ناحيه الشمال، عشان ركز معايا، الكره تروح ناحيه الشمال، ايه اللي هيحصل؟ ركز نكمل صوره كمان. هو تيليمنز نازل يستلم، مان تو مان. انا عايز بس اشوف هنا بقى مين اللي نازل. أيوة. هنا مع روجرز لعيب خطير جدا. من اللعيبه، واحد من احسن اللعيبه اللي موجودين الحقيقه السنه دي، تكنيكال قوي جدا، لعيب بيقدر يستلم بظهره كويس، بيقدر يكاري الكره قدام، يعمل بروجريشن. فجبريل كان مسؤول عنه ان هو بينزل معاه هنا. تمام. الكره خلاص لعب لونج بول. الكره عايز اسالك سؤال في الموضوع ده. يعني ده حصل في الماتش برضو الشوط الثاني، الكره اللي صليبه جه عمل تاكلينج ولحقها في الاخر دي. هما بيضغطوا واحد على واحد. أيوه. فبينزل جبريل لتحت قوي. أيوه. هل المساحه اللي بتتخلق في ظهر المساك دي هنا، لو انت اتعملت كره طوليه في ظهرك او لو اتضربت باي شكل من الاشكال، بتشكل ريسك كبير جدا. هل الافضل ان لازم السنتر باك ينزل لتحت قوي كده، ولا الطبيعي انه يسلمه لحد من لعيبه نص الملعب زي ما هو؟ ده على حسب التيم ككل بيضغط بايه. أوكي. حسب المدرب. هو ارسنال دايما بيميل ان هو يضغط مان تو مان، وبيقفل كل يعني بيوجهك لزاويه لجنب من الجناب، ويبتدي ان هو يقفل لك كل خيارات التمرير في الجنب ده. أوكي. فهنا جابرييل بينزل مع، طب على فكره توماس بارتي كان مسؤول طول الماتش عن جون ماكين. عن جون ماكين هتلاقيه معايا وهتبين الحالات بعد كده. نجيب الحالات اللي بعد كده. تمام. هنا الكره خلاص ارسنال استرجع الكره، حاله ضغط ثانيه. بص هنا بقى الكره تتباصى، بص كاي هافرز هيضغط برضه بشكل مقوص عشان يقفل جو التمرير. بص كده اسلام نكمل بس. هو بكده بيقفل خلاص توجهت. بص هنا ساكا واقف بزاويه دياجونال اللي هو ما بين الباك، ما بين السنتر باك والباك، عشان يبقى واقف قافل خيار التمرير. مزبوط. بالمناسبه لو حتى الباك نجح هتلاقي بين وايت، لو السنتر باك نجح ان هو يمرر الكره ليه، هتلاقي بين وايت طالع ضغط عليه. نشوف بقى نكمل الحاله. هنا باو توريس هيمرر لمين؟ ماكين. مين اللي طلع معاه؟ بين وايت. الكره اتلعب طويله. بص هنا مين اللي مع روجرز؟ جابرييل. جابرييل الكره اتلعب طويله. طبعا سليبه قدم مباراه ماستر كلاس، يعني هايله جدا. خلاص الكره رجعت تاني لارسنال. بالتالي الفرقتين اسلام كانوا مذاكرين بعض كويس جدا. يعني انا عايز اقول لك ان برضو اغلب الفرص اللي اتخلقت سواء للفرقتين كانت زي ما بقول لك من تيرن اوفرز. تمام. لان امري من نوعيه المدربين اللي بيقدر يشتغل على الخصم بشكل كويس جدا. وقدر بشكل كبير ان هو يحجم ارسنال بشكل كبير، لحد ما جه هنا وقت الحسم. وانا حابب هنا اتكلم عن تروسار. اوكي. يعني انا جايب حالات لمارتينيلي في المباراه. في بعض المواقف اتخلقت لارسنال كان يقدر ارسنال يتعامل فيها بشكل افضل، او يوصل بشكل افضل لو مارتينيلي. ده ديكلان رايس. طب احنا كده بنتكلم عن رايس. تمام ماشي خلاص. عايز مارتينيلي. ايوه هنا عايز تروح لمارتينيلي. ايوه تمام. هنا الكره دي اتلعبت خلاص، هو ارسنال بدا يحرك استون فيلا الكره من ناحيه اليمين، يلعب كره قطريه ناحيه الشمال. هنا بص ماشي كمان. هنا الكره جايه تتعمل باص مره واحده لمين؟ اللي دايما بيهاجم على طول ديكلان رايس. لا هو هيعمل ايه؟ هيستلم. ماشي بص كده. هيستلم وهيقف، وبعد ما وبعد ده كله هيروح عامل ايه؟ كمل. كمل لعبها له بره. الكره دي اتلعبت وان تاتش، كانت يعني كان ديكلان رايس تمام. حطه شبه نيجي حاله ثانيه. ماشي جبريل بيلعب الكره لمين؟ نشوف كده ديكلان رايس هيعمل هتلعب الكره لمين؟ مارتينيلي. ديكلان رايس على طول بيعمل الران في الهاف سبيس. هو المفروض يحطها له هنا، لا اما يحطها له شماله كده ويعملها له بوش رجله. مظبوط. تمام. لا استلم قعد يقول انا ما حدش ظاهر لي، رجع عمل كره عرضيه بعيد. تعال بقى نشوف الفرق بين تروسار القرار. شوف اللعبه دي معايا. هنا جبريل بيلعب لونج بول. حلو. شفت روسار نفس لعبه الشوط الاولاني. بص روسار هيعمل ايه؟ بص ديكلان رايس عارف هو هيعمل ايه. الراجل ديكلان رايس عامل مباراه كويسه جدا. بص كده من لمسه واحده على طول هيحطها له الكره. دي عملت بيج تشانس. ديكلان رايس بيكاري الكوره، بيقدر يعدي قوي جدا، يعدي يعمل الكات باك لمين؟ لاوديجارد اللي بيضيع الكره دي، حطها بشماله فوق العرض. فهنا انت بتتكلم عن فرق القرار. تروسار من اللعيبه الحاسمه جدا. انا عايز اتكلم عليه لان تروسار من اللعيبه، يعني عايز اقول لك اين رايت امبارح كان بيتكلم عنه بعد المباراه، نجم ارسنال السابق طبعا. اتكلم وقال ان هو اكتر فينيشر ديدلي في ارسنال، اقوى فينيشر في ارسنال. تروسار بالمناسبه هو بيمتلك شوت كونفرجن او شوت اكيورسي، دقه تسديداته 57%. أوكي. هو الاعلى في سكواد ارسنال. الشوت كونفرجن ريت بتاعه 24%، الاعلى في سكواد ارسنال. يعني نسبه تحويل الكور للفرص. على طول للفرص. هو الاعلى.
كمان الراجل ده بيسجل من لعب مفتوح كل 131 دقيقه وهو ده اعلى معدل، وده بياخد دقائق قليله كمان جدا جدا. هو سجل السنه 17 هدف عامه في الموسم، لكن انا بقول لك بيسجل كل 131 دقيقه وده المعدل الاعلى يليه على طول ساكا. فتروسار من اللعيبه الحاسمه، اللعيبه اللي هي ممكن انت ما تشوفهاش بتمتلك البيس بتاع مارتينيلي او سرعه مارتينيلي، ممكن ما يكونش افضل دريبلر، لكن الراجل ده بيمتلك التايمنج. بالمناسبه تروسار مسجل 37% من اهدافه في البريمير ليج بالويك فوت برجله الشمال. فانت بتتكلم عن راجل عنده تايمنج كلينيكال، راجل عنده تكنيك، راجل بيقدر يحسم لك ماتشات كتير. وارسنال ده اللي بقى الارسنال كان بيفتقده دايما، ماتشات كتير جدا كان ارسنال بيبقى بيدومينيت الجيم وبيسيطر على الجيم وما بيقدرش يكسب فدي فكره ان انت يبقى عندك لاعب حاسم، وده اللي عمله تروسار. تعال بقى نتكلم عن ديكلان رايس. ديكلان رايس دوره السنه دي، هو عمل الدور ده السنه اللي فاتت بالمناسبه، لكن انا السنه دي لما قعدت اتفرجت عليه تاني، لا في اوف ذا بول من غير الكوره ليه شغل كبير جدا بيعمله. يعني هو السنه اللي فاتت انت جبت بعض التحركات ليه في الحالات الهجوميه، انت بتتكلم بقى ان هو كمان ما همش الكوره، هو قوي جدا معاه. انا عايز اقول لك انه هيخلق حتى فرص من غير ما نشوف الحاله دي. هو هنا نازل يستلم من الثلث الاولاني عادي، تمام، هيستلم ويدي لمين؟ لجابرييل. تعال نكمل. هنا هو هيعمل ايه؟ هنا هو بيسحب مع مين؟ جوميز. مظبوط. جابرييل بيتقدم بالكوره هيديها لزينشينكو. هنا زينشينكو بيتقدم من على الخط، تمام. بص هنا مارتينيلي هيدخل لايه؟ لجوه اوتوماتيك. مظبوط. تمام. بص ديكلان رايس هيعمل ايه؟ بص على ديكلان رايس بيبص لايه؟ رايح للمساحه. بص بيسحب مين؟ السنتر باك بتاع مين؟ بتاع ولفرهامبتون. بياخده معاه، بيفتح فيبتدي ان هو يخلق. بص المساحه اللي اتخلقت ما بين ايه؟ الباك والمساك. مين اللي هيهاجم المساحه دي؟ سيرد مان ران، او يصبح مارتينيلي هو الرجل الثالث. هو الراجل اللي هيهاجم المساحه دي. كره تتلعب ليه؟ من ديكلان رايس لمارتينيلي، فرصه كبيره جدا يراوغ. نيجي لحاله ثانيه، السيرد مان راندي اللي احنا كان بيتقال عليه زمان اللي هي ال 1 3 ال 1 3 بالظبط. هنا ديكلان رايس بيستلم الكوره. هنا ديكلان رايس هيمرر لمين؟ لمارتينيلي. بص هنا ديكلان رايس مش مرر هو هنا اللي هيمنع السنتر باك ده ان هو يطلع على مين؟ صح. هو هيسحب يعني نكمل الصوره كمان، هو سحب المساك ده، خلاص المساك ده بيندي اتثبت، فهنا اتخلقت مساحه لمين؟ يعني الراجل اللي في النص عند منطقه البنالتي. أيوة. دي هو راح جنبه ديكلان رايس، فالراجل ده مش قادر يسيب ديكلان رايس. رايح المكان ده مش عشان يطلب الكوره، بالظبط، هو رايح يعمل تثبيت للسنتر باك، بيعمل له بن والكوره تروح لمارتينيلي اللي هيسدد لكاي هافرز اللي يسدد بره. حاله ثالثه طبعا دي الحاله اللي انا قلت لك عليها، اللي هي من تروسار برضو بنفس الفكره، بيعمل الجري في الهاف سبيس، يبتدي يهاجم المساحه، بيعدي بقوه كبيره جدا يعمل الكات باك. فاللي عايز اقوله لك ان ديكلان رايس دوره لعيب عنده قوه بدنيه كبيره، لعيب انا شايف ان هو عنده وعي كبير جدا فيما يتعلق بمهاجمه المساحات. انا شايف ان هو لا، الراجل لما جه يعمل الرول ده، يعني انت هنا شايفه هو هنا بيهاجم البوكس. بالمناسبه ديكلان رايس السنه اللي فاتت، ودي حاجه انا شايف الناس ما بتتكلمش عليها، الراجل ده مسجل 7 اجوال. صح. 7 اجوال بالمناسبه، منهم 5 من جوه البوكس، 2 بالهيدر، لان هو مميز على فكره، كان مسجل تقريبا ضد لوتون، وكان مسجل تقريبا جون ضد اعتقد برينتفورد. تمام. فديكلان رايس استغلاله في الحته دي بيعمل لك فرايتي. ليه؟ لان هيبقى عندك مايكل ميرينو لعيب قوي في لسه لما ينضله. ايوه. فانت كده ارسنال بيضيف عمق اكبر للسكواد، وزي ما بقول لك انا شايف ان ارسنال السنه دي عارف يعني بدا يوصل لاسلام لمرحله الكمال، اللي هو الفريق بقى سيزون بعد سيزون بعد سيزون بدا يوصل لمرحله الكمال. اعتقد لو تم التعاقد مع جناح ايسر لارسنال، يعني اعتقد هم هيبقوا وصلوا حرفيا لمرحله الكمال. يعني عظيم، يعني ممتع يا حسام، واظهرت حاجات كتيره جدا ما كانتش واضحه للناس اعتقد فيما يتعلق باول مبارتين لارسنال في البريمير ليج. هستاذنك هنطلع لفاصل سريع مع حضراتكم ونرجع تاني نكمل حلقتنا من سوبر ليج. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين حلقتنا من سوبر ليج وضيفتنا حسام عادل. حسام، اتكلمنا عن ارسنال، عايزين بقى سريعا تاخدنا في رحله سريعه كده، ايه اللي اتغير في ليفربول مع ارني سلوت شفته في المباراتين اللي فاتوا، عن مجمل الافكار وتوظيفات او الادوار المطلوبه من صلاح، وبعد كده نطلع منه على ريال مدريد بالتاكيد. يعني انا اتفرجت على ليفربول في البري سيزون وشفت اول ماتشين، اخرهم ماتش برينتفورد امبارح. انا حاسس ان الفريق بقى يقدر يكنترول الجيم اكتر. حلو. ان هو الفريق لما بيعوز يبقى مباشر ويعلي الريتم هيعلي الريتم، لما بيعوز ان هو يخرج بشورت كومبينيشن او بالشورت باسز والتمريرات القصيره بيقدر. الفريق في روتيشنز برضو زي ما بقول لك بتحصل في المراكز، يعني okay. ارنولد امبارح تم استخدامه في اكتر من توظيف. يعني ارنولد اوقات كنت تلاقيه، طبعا سلوت امبارح اتسال، جيمي كاراجر ساله بيقول له ليه الاظهره بتاعتك بتبقى قريبه من السنتر باك؟ قال ان ده بيخلق زوايا تمرير اكتر، ده كمان ما يديش فرصه للخصم ان هو يرياكت مع التمريره اللي بتحصل، لان المسافه بينهم قريبه، كمان بيحميه من الكاونتر اتاكس، ان هو بيبقى فرقه قريبه جدا نارو جنب بعض، روبرتسون بيخش في حضن فان دايك طول الوقت. فانا عايز مثلا نبدا باول حاله ضد برينتفورد مثلا، نستعرض على طول الصور. تمام يلا.
هنا هي في صوره هنا ارسنال هنا ليفربول بيحضر بشكل 3-1-6 مظبوط تمام. سولو بيفيت او لاعب ارتكاز واحد اللي هو جرافنبرغ تمام. هنا برينتفورد بال 4-4-2 الاثنين اللي قدام دول مهمتهم ان هم يعملوا كفر شادو على ويقفلوا زاويه التمرير لجرافنبرغ. بص هنا فان دايك ازاي هيخدع الاثنين دول. هنا دي تمريره اسمها ديسيبتيف باس او تمريره مخادعه. هو هنا زاويه جسم فان دايك ان هو هيمرر لمين؟ صح لكوناتي. عشان كده المهاجم رايح يضغط على مين؟ كوناتي. لا التمريره بتتلعب عكس اتجاه الجسم او البادي اورينتيشن. شوف بقى هنا الاستلامه الهاف تيرن من جرافنبرغ استلامه ممتاز هيلف جرافنبرغ. انا عايزك بقى تبص نرجع تاني ماشي. انا عايزك هنا بقى تبص ارنولد هنا فين؟ مركزه فين؟ اهو ارنولد فوق كانه لاعب رقم 10 بالظبط بالخطوط. فبص هنا الكره خلاص هتتنقل ناحيه اليمين تمام هتروح لصلاح. تعالى بقى شوف هنا اللي عمله ارنولد ده اسمه ديكوي ران. ديكوي ران يعني ده جري مخادع. انا مش عايز استلم الكره انا عايز اعمل تراك بفتح مساحات لزمايلي. ما هو بيسحب معايا هنا السنتر باك الشمال مين اللي هيهاجم المساحه؟ يلا جيكو جوتا وسوبوسلاي. لا سوبوسلاي هيستلم. بص بقى معايا صلاح. صلاح مرر التمريره ممتازه. بص صلاح هيعمل ايه؟ كان نكمل. صلاح ما وقفش. صلاح الكره تتمرر من سوبوسلاي لارنولد. ارنولد هيحط الكره مين؟ نكمل. ارنولد هيحطها لصلاح. دي الشوط اللي صلاح شاطها وعليت وقلش منه تمام. دي اول حاله. يبقى هنا اول شكل 3-1-6 حلو. هنا 3-2-5 زي ما انت شايف. هنا ارنولد بيدخل في قلب الملعب كمحور اضافي بجوار جرافنبرغ. تعالى بقى نشوف هنا. بص روبرتسون زي ما انت كنت بتقول قريب قوي من فان دايك لان هم هنا بيعتمدوا على ثلاثي في الخلف تمام اللي هو 3-2-5. تعالى بقى هنا شوف فان دايك. انا قلت لك الفريق وده هيبان في الحالات بعد كده بيقدر يخرج عن طريق شورت باسز عادي جدا. طب لما بيعوز يلعب لعب مباشر دايركت بلاي فان دايك يلعب كره الخلفيه على طول. وده اللي حصل بالمناسبه في ماتش ابسوش تاون مظبوط. الكره هتتلعب لونج بول. بص هنا بقى انا عايزك تشوف تمركز جوتا. جوتا هنا برده متمركز. نرجع جوتا هنا متمركز ما بين الباك من ما بين السنتر باك والايه هو المساك. واخد الباك ليفت اللي المفروض يمسك محمد صلاح بيضيقه. هو بيضيق المساحه بحيث يخلق لصلاح مساحه يستلم. هتلعب كره قطريه لصلاح. الكره توصل لصلاح. يلا بينا في موقف 1v1 تمام. هتتمرر لسوبوسلاي تاني. الكره دي اتلعبت امبارح مثلا تمام. مش اقل من 7-8 مرات ما بين صلاح لسوبوسلاي. بص بقى هنا هنا برينتفورد طالعين يضغطوا مان تو مان. هنا 7-6 خلي حلو. بالك هنا في حاجه. هنا اليسون لاعب اضافي كايه كرايت سنتر باك. مين اللي هيروح رايت باك؟ كوناتيه. يبقى كده انت بتحضر باربعه. انت هنا بيحسبوا الجول معاهم زي ما انت بتقول. أيوه. اربعه تمام. احنا قلنا ان هو كان ساعات جرافنبرغ بيبقى لوحده. ساعات بينزل ماكاريستر. لا هنا في الثلاثة نازلين صح. طب انت دلوقتي عندك هنا 7-6 في موقف قدام فين؟ 4-4 مظبوط. الاربعه اللي قدام مثبتين الباك لاين بتاع او الخط الخلفي الرباعي الخلفي لبرينتفورد معاهم اربعه من الكره تلعب لصلاح اللي بيستلم بظهره طبعا بشكل ممتاز. بادي شيلدنج لصلاح قوي جدا. صلاح بيستلم. صلاح هنا نكمل كده في مساحه كده. صلاح ادى لسوبوسلاي. سوبوسلاي لجرافنبرغ. تعالى بقى مرر يعني ماشي تاني على طول تروح لماك اليستر. 3-3 بص مين اللي ناحيه اليمين ده؟ ارنولد. ارنولد فارنولد الحلقه اللي فاتت كان فين؟ كان في العمق. انفرتد فول باك كان في العمق. هنا ارنولد موجود في الرايت هاف سبيس. وهنا هو طبعا بعد ما السنتر باك الفول باك اتسحب هاجم المساحه 3-3 نكمل بعد كده. مين ده؟ ارنولد هيسدد على المرمى مظبوط. جت عملت ديفليكشن وطلع الكره. حاله ثانيه يلا بينا سريعا كده. هنا برضو هنا بيحاولوا يضغطوا زي ما بقول لك مان تو مان حلو تمام. هنا هيتعمل حاجه اسمها الول باس. هتتلعب من اليسون لمين؟ ماكاليستر. بص هنا نرجع شوف هنا ماكاليستر فين؟ هو اللي تحت. جرافنبرغ ايه فوق شويه تمام. سوبوسلاي نازل هنا. هتعرف ليه الكره هتتلعب من اليسون لمين؟ لماك اليستر. هتتلعب للسنتر باك اليمين وول باص. نكمل يلا كانه بيخبطها في الحيطه. هنا موقف المفروض هنا 4-4 مين اللي نزل هنا؟ خلق 5-4 مظبوط. سوبوسلاي مش ظاهر في الكادر تمام. الكره هتتلعب لمين؟ سوبوسلاي. حلو طب نكمل بعد كده. طب سوبوسلاي هنا استلم ليه؟ سوبوسلاي هنا نزل يعمل ايه؟ صلاح مثبت الايه؟ الباك ليفت. والجناح طالع يضغط على مين؟ على ارنولد. ففي مساحه حلوه دي ففي مساحه. المساحه دي مين اللي بينزل فيها؟ سوبوسلاي. يخلق موقف 5-4 على الطرف. نكمل خلاص نكمل الحالات. نكمل نفس الحاله تاني. بس ايه اللي حصل؟ مين اللي نازل هنا؟ جرافنبرغ اللي هيعمل الول باص لمين؟ لبرادلي مظبوط تمام. مين اللي نازل يستلم هنا؟ سوبوسلاي برضه. نرجع نرجع في هنا برضه. مين اللي هنا اللي بيعمل الزياده العاديه اكتر؟ سوبوسلاي بينزل يعني يستلم. اول ما تبقى 4-4 ناحيه اليمين الجناح او الفول باك هيروح على الفول باك بتاع ليفربول وصلاح مثبت الراجل الباك ليفت قدام فخلق يتخلق مساحة. المساحه الفاضيه دي يتخلق لها سوبوسلاي يستلم. هايل. نكمل تاني. هايل. دي الكوره انا بقول لك عليها برضو الكوره القطريه. بص هتتلعب من لمسه واحده. تعالى بس نشوف الحلقه دي. نكمل صلاح. نكمل وده ارنولد. نكمل ده ارنولد على فكره اللي في لاب سبيس. الكوره اتلعبت لصلاح. نرجع للحاله دي بس عشان الحاله دي مهمه جدا. معلش ايوه انا كده دي حاله لصلاح. معلش نرجع تاني. نرجع من الاول. الكره هنا طبعا دي الكره التريد مارك بتاعت فان دايك الكره القطريه
الكره القطريه دي انها تلعب صلاح لمسه اولى ممتازه من صلاح. كنت قلت لي حاجه عن فان دايك انه اتكلم ان بيتحكم في اسلوب او منسوب الكوره حسب وضعيه جسمه. هو بيتحكم في ارتفاع الكوره. هو قال انا بستخدم تكنيك الجولف. الجولف الجولف انا بس ان هو بيتحكم في ارتفاع الكوره عن طريق ميل جسمه. اوكي. ميل الجسم زي لعيبه الجولف يعني. زي لعيبه الجولف بالظبط. هو بيقول لك انا بتحكم انها صدر لما بينزل لتحت الكره بتبقى ايه؟ واطيه. طب هو ليه بيعوز يخلي الكره واطيه؟ عشان تبقى اسرع والخصم لان في مثلا ظهير ممكن يقرا الكره يروح يتفاعل معاه. تاني حاجه برضه هو بيعملها ان هو بيقول ان دايما هو كان صلاح في بدايه فتره كلوب كان دايما صلاح هو اللي بيبقى موجود في العمق. مين اللي بيبقى فاتح الخط؟ ارنولد. مظبوط. فبيقول لك كنت ببقى بعمل ان الكره هتروح لمين؟ هلعب اللونج بول لصلاح وابتدي اخلي افتح رباط الجزمه بتاعي اخليه يعمل كيرف للكره فالكره بتتعمل لبره. طبعا هو يعني اتكلم في قناه ليفربول على الموضوع ده. يعني ارنولد بيستخدم تكنيك لعيبه الجولف. أنا آسف. فان دايك بيستخدم تكنيك لعيبة الجولف وبيحط يعني رباط الحذاء عشان يوجه الكورة اللي هي تعمل كيرف لبره. ما هو بيحاول يعمل خداع للظهير او خداع للمدافع اللي هو بيدافع ضد اللعبة. فالكرة تلعب لصلاح. صلاح هنا يستلم. بص بقى الكومبينيشن بلاي اللي صلاح هيعمله. شورت باصز. الكرة دي لو كانت دخلت كانت ممكن تاخد بوش عادي. بص هنا مين اللي برضه في الرايت هاف سبيس؟ على فكرة سلوت اتسأل قال لهم ارنولد. بيقولوا له انت ليه ارنولد؟ كان جيمي كاراجر بيقول له انت ليه ارنولد بتلاقيه دايما كنا نلاقيه في الهاف سبيس. بيقول له انا بحط ارنولد في الهاف سبيس عشان انا بحب احطه في مناطق كروسنج انه يقدر يعمل كروسنج عرضيات. ولما بنزله تحت لانه هو من حتى شفنا الدور ده مع كلوب ان هو دايما بينزل كديبنج لاين بلاي ميكر او ريجيستا ان هو يبتدي يلعب الكرات الطويله. تمام. الكره تلعب هنا 1 2 صلاح هيمرها هيقف صلاح هيستلم هيعمل الدبل باس. صلاح هيمرر تاني لسوبوسلاي هيقف هياخد التو. تمام. بعد كده بص صلاح هيعمل ايه نكمل. صلاح هيمرر لمين بقى؟ جوتا. لجوتا. وبعد كده هيبدا يتحرك اللي هو يبقى الرجل الحر. صح. او ال1 3 اللي انت قلت عليها اللي هو يتحرك سيرد مره والكره تعمل. فده عمل 1 2 مع كل اللي في الملعب في الكره دي صلاح. ايوه على فكره حلو قوي. انا برضه عايز اوريك حاجه ثانيه لصلاح يعني. طب احنا عايزين نلحق ريال مدريد خلي بالك. تمام. نتكلم على ريال مدريد. نبدا تعالى تعالى نروح لريال مدريد. انا اسف. تمام. ما قبل اصابه بيلينجهام. تمام. معضله الاربعه اللي بيلعبوا قدام رودريجو الدنيا مش الطف حاجه. امبارح لما ما كانش فيه بيلينجهام شفنا اردا جولر. هل ريال مدريد عنده مشكله؟ هل امبابي عامل مشكله انه ما بيضغطش مثلا؟ انت شايف ريال مدريد لغايه دلوقتي ازاي؟ سريعا ايه الاضافه اللي موجوده؟ الفريق محتاج ايه؟ يعني انا شايف هو انشيلوتي طلع قال وهو اكيد يعني عارف ده كويس ان الفريق بيفتقد للتوازن. اوكي. التوازن اللي هو اسلام مش التوازن بين الدفاع والهجوم. هو الفريق طبعا عنده هجوم قوي جدا لكن عنده مشكله في وسط الملعب وحتى عنده مشكله على مستوى جوده المدافعين. لكن خلينا نتكلم رحيل توني كروس اكيد اثر لكن اللي اثر اكتر انك ما عوضتش توني كروس بلعيب بنفس البروفايل. فريال مدريد عنده مشكله كبيره جدا ان كل لعيبه الوسط الموجوده عند ريال مدريد لعيبه دايناميك لعيبه بتميل ان هي اسلام تلعب بشكل عمودي. أوكي. يعني فالفيردي عايز يمسك الكوره يجري يعمل بنتريشن بالكوره بول كارير يمشي بالطول على طول كامافينجا بنتريشن. فبيلينجهام مش من نوعيه اللعيبه اللي هي تنزل تستلم الثلث الاول وتبتدي تنظم اللعب. فريال مدريد بيفتقد للاعب اللي عنده قدره على تنظيم اللعب وان هو يعمل بروجريشن للهجمه. عظيم. او ان هو يطور الهجمه ويوصل للهجمه. يعني انت دلوقتي عندك لعيبه اقوياء جدا في الثلث الاخير بس مش عارف توصل لهم الكوره اصلا. انت ما عندكش بالمناسبه ولا مدافع من ريال مدريد باستثناء ديفيد الابا موجود في التوب 20 ديفندر في الدوريات الخمسه في البول بروجريشن باي باس. يعني ولا مدافع يعني في تطوير الهجمه بالتمرير ما فيش ولا لعيب من 20 ريال مدريد غير ديفيد الابا. ديفيد الابا قبل الاصابه كان موجود اصلا بس. يعني ده اللعيب الوحيد. فانت عندك يعني توني كروس دايما كان بينزل كاريجيستا بينزل في وسط الاثنين سنتر باكس او على شمالهم ويبتدي مندي. لكن انت دلوقتي عندك افتقاد لحاجه زي كده. تعال نشوف اول حاله في بناء ريال مدريد المشكله في ايه. نبدا ماتش مايوركا هنا اسلام مين اللي نازل يستلم؟ هنا حاله بيلينجهام بيلينجهام الاصابه. تمام. نكمل. ده اللي حصل في ماتش اتلانتا كمان. هنا المفروض انت خلاص الكره دي تتمرر بيلينجهام يعمل ايه؟ هيلعب هيفتح هناك على طول. لا بيلينجهام هيمرر هيستلم. شوف بيلينجهام هيعمل ايه. هيمرر هيزنق هيدي الكره لمندي اللي في وشه. طب مين اللي نزل يستلم هنا؟ فينيسيوس. المفروض هنا ما فينيسيوس يستلم المفروض بيلينجهام يعمل ايه؟ يتحرك في المساحه بظهره. لا 3 على 1 الكره اتقطعت تيرن اوفر وهجمه على ريال مدريد. اوكي. حاله ثانيه. يلا بينا. تمام. هنا مين اللي نازل يستلم؟ 4 و2 في النص. 4 و2 بيلينجهام ثاني. تمام. بيلينجهام نازل يستلم يقوم بالدور توني كروس. مظبوط. بيلينجهام بيلعب تمريره بين الخطوط. هتتقطع. فينيسيوس تتقطع. تمام. طيب لو جينا هنا برضو حالة ضغط على ريال مدريد الكرة تلعب طويلة بالمناسبة. كنت عايز طبعاً حاجة على الكرة الطولية. ماتش أتلانتا أنا عايز أقول لك إن ماتش أتلانتا يعني بروز المشاكل دي بشكل كبير جداً.
بالمناسبه انا كنت في حاله جايبها ان فينيسيوس ورودريجو كانوا بينزلوا طبعا يستلموا مزبوط. من قلوب الدفاع في ماتش اتلانتا مزبوط. لا هو ده كمان حصل في الماتش ده اوكي يعني لو كملنا هلاقيهم نزلوا ان هم يستلموا عارف ماتش اتلانتا ده كورتوا لعب 17 تمريره طوليه ايوه فيهم واحده صح ريال مدريد 16 لا ريال مدريد امبارح لعب 27 كره طويله حلو بس ريال مدريد امبارح كان بيلغي بقى التحضير يعني ريال مدريد لو طبعا اتفرجت على المباراه شفت ماتش بلعب في ظهر الديفنس يعني مبابي انا عايز اقول لك مبابي شاط 6 تسديدات على المرمى خمسه منهم بلايند سايد ران يعني مبابي هي المشكله مش في مبابي دي حاله دي كره اتلعبت ايوه تمام طبعا دي مبابي مبابي مش مشكله في مبابي المشكله في توظيف اللعب ايوه اصل مبابي لا خلاف على جودته عظيم مبابي المشكله في توظيف مبابي مبابي مش مهاجم مش المهاجم اللي هو ينزل يعمل يستلم بظهره ويعمل لينك اب مع اللعيب هو ده مش بتاعه انت دلوقتي ولا هو اللعيب اللي هينزل يفضي مساحات اوكي للجناحين لا هو راجل عايز يتخلق له مساحات حلو فانت دلوقتي عايز تجيب لعيب هو اللي بيهاجم المساحات اللي بتتخلق له انت عايزه هو اللي يخلق لك المساحات يخلق لك المساحات فهو مش مهاجم محطه طب تعالى نشوف صور امبابي كده فامبابي دايما هنا بالمناسبه انا كنت جايب خريطه حراريه لامبابي بص المنظر ده حسام امبابي بص ما فيش ولا واحد في ال 18 يعني هو بص انا برضو في ناس علقت على تجمع لعيبه ريال مدريد ناحيه الشمال على فكره ده كان بيحصل حتى وكريم بنزيما موجود أوكي. بس كريم بس هي مش دي المشكله دايما ريال مدريد مش من الفرق اللي بتلعب لعب نظامي يعني مش هتلاقي مش مان سيتي كل لعيب سيتي ولا ارسنال ايوه لا هو لعيب فرقه بتعتمد على الارتجاليه وهم بيحبوا يعملوا اوفرلود ناحيه الشمال دايما ويبتدوا يعملوا كومبينيشن بلاي وشورت باسز ويبتدوا يخترقوا منه لكن المشكله اللي بقول لك فيها اسلام ان كريم بنزيما لما كان بيميل ناحيه الشمال هو مش ده بس اللي بيعمله هو مبابي هنا بيروح ناحيه الشمال ليه صح لان هو عايز يروح بوشه هو عايز يروح بوشه ودي كانت مشكلته لما بيلعب مع بي اس جي وباركولا بيلعب ناحيه الشمال وهو بيلعب مهاجم كنت بتلغي 3 ارباع قوه امبابي ما هي دي ما انا زي ما بقول لك يا اسلام انا زي ما بقول لك المشكله مش في مبابي المشكله في توظيف مبابي يعني انا دلوقتي بجيب مهاجم زي كريم بنزيما مثلا على مدار سنين موجود في ريال مدريد هو مش بس ان هو كان بيعمل اوفرلود ناحيه الشمال لا هو راجل بينزل يربط الخطوط محطة فريقه ايوه فانت بتتكلم ان الراجل ده كان بيعمل كل حاجه فانت دلوقتي مبابي بقى في معضله ان الراجل ده انت مش هتستفيد منه وانا جايب حالات لمبابي كلها جري في ظهر الدفاع يلا تعالى نشوف تمام نشوف حالات مبابي طبعا نكمل طب يعني انت شايف الموضوع ده يتحل ازاي لريال مدريد يعني انا شايف ان ريال مش هيروح يجيب مهاجم بعد ما جاب مبابي فيقول لا انا لا بص هو الفكره دايما انا شايف المشكله ريال مدريد باديه من خط الوسط هو خط الوسط في ريال مدريد فيه مشكله أوكي. انا زي ما بقول لك بيلينجهام لعيب ممتاز لكن في الثلث الاخير وده لا يقلل منه لعيبه كتير بتبقى مميزه في الثلث الاخير أوكي. لكن ما ينفعش اقول لبيلينجهام انزل نظم اللعب انزل اعمل بروجريشن للهجمه انزل استلم بظهرك او كده عظيم نفس الفكره قلت لك كامافينجا فالفيردي كلها لعيبه دايناميك فريال مدريد محتاج لعيب ينظم اللعب طب مين اللعيب اللي في سكواد ريال مدريد يقدر يعمل ده اثنين لوكا مودريتش داني سيبايوس بالمناسبه انا جايب حالتين لداني سيبايوس لو نقدر نحطهم داني سيبايوس لان قدامنا دقيقه بالظبط داني سيبايوس تمام داني فرق جدا في الشوط الثاني هو نزل في اخر 10 دقائق بس نزل يا اسلام باين جودته مظبوط يعني الراجل في لعبه ناحيه شمال ضغط عليه من اثنين دي كانت بدايه ضغط راح مرقص واحد رقص ثاني وراح حاطط الكوره بين الخطوط لابراهيم دياز ابراهيم دياز راح اديها لهنريك سجل الجون مظبوط الجول الثاني هنا ده فينيسيوس زي ما بقول لك لما كان بينزل تحت. يستلم تحت في ماتش اتلانتا المشي يلا بينا تمام نكمل بس بشكل سريع يلا بينا جري بسرعه يعني انت شايف ان داني سيبايوس محتاج ياخد دقايق وقت اكتر يا حسام ما هو هنا رودريجو اللي نازل يستلم تمام انا شايف ان داني سيبايوس محتاج ياخد دقايق عشان تعمل بالانس تمام اهو ده داني سيبايوس هنا كان مضغوط عليه من اثنين بص يا اسلام هيعمل ايه هيعدي الاثنين وبص التمريره يا اسلام هو هنا المتاح تشاومين ومين مظبوط بص التمريره هيوديها فين لفالفيردي فالفيردي بين الخطوط على طول بص يا اسلام لعيب بص الرؤيه لعيب كبير جدا وده اللعيب الاستاتيك بقى يعني ده لعيب استاتيك يعني ده لعيب مش عايز يجري بالكوره ده لعيب عايز انت يعني هو يعني انت قلت اثنين مهمين جدا لوكا مودريتش طبعا بالتاكيد وداني سيبايوس مش هيدوك مجهود بدني كبير لكن هيحركوا الفرقه بتمريراته ايوه مشكله بقى امبابي زي ما بقول لك انت حطيت نفسك اللي هو لعيب هياثر على انتاجيه الثاني ما هو بالمناسبه بس سريعا كده اسلام السيزون اللي فات انا عايز اقول لك احصائيه غريبه جدا السنه اللي فاتت ريال مدريد بدا بال 4 4 2 دايموند صح كان بيلينجهام قدامه فينيسيوس ورودريجو انا عايز اقول لك ان اول 12 مباراه في الليجا الاثنين ساهموا بست جوال بس ليه؟ ليه؟ لان هم بقى مطلوب منهم يعملوا حاجه مش بتاعتهم، هم ان هم ينزلوا يخلقوا مساحات لبيلينجهام يلعبوا ظهرهم للخصم، بعد كده من ماتش جيرونا تحديدا السنه اللي فاتت بدا ان هو اللعيبه فينيسيوس يروح ناحيه شمال ويبتدي يتحرك ويروح بوشه، فالفكره زي ما بقول لك التوظيف التوظيف يا اسلام والانتاجيه، انا دلوقتي عندي لعيب زي امبابي انتاجيته هتقل وانا حاطه كمهاجم، مش تقليل من امبابي لكن من توظيف كيليان امبابي بس عظيم حسام شرفت ونورت وممتع والله كلام عظيم مع وعد بحلقات تانية ان شاء الله لسه الموسم طويل باذن الله يا اسلام وانا اتشرفت جدا وسعيد جدا انا كنت معاك النهارده ربنا يخليك يا رب وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده يا رب نكون قدرنا نقدم محتوى ممتع ومفيد يليق بمشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس شكرا لحضراتكم واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من سوبر ليج